أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في ثقافة. تتواصل جرائم المحتل الصهيوني وحرب الإبادة على قطاع غزة، ويواصل الفلسطيني نضاله وكشف وفضح ممارسات المحتل وتوثيقها. فبعد قرابة 4 أشهر من إغلاق المتحف الفلسطيني في بيرزيت برام الله بسبب العدوان الصهيوني، استؤنف نشاطه ليرافع من أجل القضية الفلسطينية فنيا من خلال تظاهرة هذا ليس معرضا. وللتفصيل أكثر حول هذه التظاهرة الفنية، أرحب بمستشار الأنشطة والفعاليات في المتحف الفلسطيني أحمد أبو زياد. أهلا وسهلا بك. أهلا أهلا، شكرا لكم. إذن أحمد أبو زياد، هذا ليس معرضا، ماذا يعني ذلك؟ بالبداية أحب أشكركم على الاستضافة، وأبدأ في الترحم على أرواح الشهداء، شهداء فلسطين ولبنان واليمن والعراق والجزائر وكل الشعوب اللي بتناضل من أجل التحرير. هذا ليس معرضا، هي مساحة فنية لفنانين غزة. فعليا افتتحت في 11 فبراير قبل يومين، وهي بتقدم تقريبا أكثر من 280 عمل فني لأكثر من 100 فنان من غزة، كمحاولة إيصال هذا الصوت. زي ما بنعرف يعني كان للوحة الفنية وللحركة التشكيلية الفلسطينية نصيب كبير من هذا الدمار اللي احنا شايفينه في حرب الإبادة الدائرة. وأول وأوضح دمار كان استشهاد الفنانين والفنانات، بداية في استشهاد وزقوت ومحمد سامي خريخع الفنان الشاب اللي استشهد يوم مجزرة المعمداني، وأيضا الفنانة شهد نافذ، والمصور والفنان فؤاد أبو خماش اللي استشهد قبل أيام في 10/1 في بعد ما استهدفوا سيارة إسعاف وكان جزء من الطاقم التصوير فيها. ولجانب هذا يعني هناك دمار كبير في المراسم، في المتاحف، في الأماكن الأثرية. وإذا بنيجي نطلع على المؤسستين والشركات في هذا المعرض، اللي هي مؤسسة التقاء للفن المعاصر ومحترف شبابيك للفن المعاصر، هم مؤسستين في مدينة غزة تم قصفهم وتدميرهم كليا في خلال الحرب هاي، وخسروا يعني كل الأعمال. وإذا بنيجي نطلع على الفنانين يعني المحترفين والهواة، كلياتهم فعليا انقصفت مراسمهم أو انحرقت منازلهم، وخسروا منهم خسر أرشيفات 40 سنة من المجموعات الفنية وأكثر طبعا. فكانت محاولة يعني افتتاح معرض بعنوان هذا ليس معرضا هو لإيصال صوت الفنانين في غزة، لجمع هاي الأعمال الفنية أو ما تبقى من أعمال فنية لهم. وإلى جانب هاي المساحة في معرض فردي لفنان اسمه تيسير بركات، المعرض اسمه المفقودون، وهو فعليا بحاول يحكي عن الفقدان بمفهوم واسع وإلى درجة عدم الإحساس بالزمان والمكان وعدم الإحساس بالذات، وهو فقدان جاي نتيجة الصدمة، صدمة الحرب الدائمة اللي بواجهها أهل غزة. إذن المساحة الثالثة تفضل. المساحة الثالثة هي بعنوان نساء غزة، وهي بتعرض يعني عرض إثنوغرافي لمجموعة من الحلي والأثواب اللي طرزت وتم العمل عليها في داخل قطاع غزة من عشرينيات القرن الماضي، فعليا من قبل وجود الاستعمار الاستيطاني الصهيوني إلى حد الآن. عبارة عن أثواب وحلي بتعرض هذا التنوع الكبير في الثقافة، فيها بنرجع لمقولة جغرافية اللي هي قضاء غزة وليس قطاع غزة. قضاء غزة بمعنى اللي هي مدينة حواليها قرى وبلدات وريف، وليس قطاع بالمعنى السياسي الذي ينتج بعد نكبة 1948. إذن هي تظاهرة فنية تجمع 3 معارض، كل معرض بفلسفة خاصة، بفكرة خاصة، بمبدعين أيضا أرادوا أن يقولوا كلمتهم من خلال هذه التظاهرة، والمتحف أيضا استأنف نشاطه بعد قرابة 4 أشهر. كيف تم التواصل مع كل المبدعين من أجل التنسيق لهذا المعرض، خاصة في ظل الظروف الصعبة، سواء كانت بالنسبة للفنان أو بالنسبة للفلسطيني، وأيضا الجو العام الإسرائيلي لا يسمح بتنقلاتكم بشكل سلس حتى في رام الله؟
صحيح، يعني المعرض فيه تقريبا 50 شريك من مؤسسات ثقافية وجامعات وأفراد وجاليريات، وأيضا في أصلا تواصل مع مؤسسة أو محترف شبابيك ومجموعة التقاء من قبل الحرب كمؤسسات فنية في غزة. التواصل كان صعب، وكان يعني هي محاولة لتجاوز القيود والحدود الاستعمارية. في مقولة للفيلسوف أدورنو بيحكي فيها إنه كتابة الشعر بعد أوشفيتس عمل بربري، وأوشفيتس هي المكان اللي تمت فيه المحرقة في ألمانيا، مكان الهولوكوست. فإحنا قررنا إنه نكتب الشعر خلال أوشفيتس، يعني خلال هاي المحرقة اللي قاعدة بتصير. إحنا قررنا نكتب الشعر ونمارس الشعر بمعنى الإنتاج الثقافي الفني الفلسطيني. فكان يعني محاولة، وهي أقل محاولة، طبعا محاولة بسيطة. اللي احنا بنحاول نقدمه في هذا المعرض نعكس فن غزة، نعكس هذا التنوع، وطبعا نحاول تكون هاي البداية لمبادرة انتشال المشهد الثقافي وإعادة إعماره ما بعد الحرب، ودعم الفنانين في إعادة مراسمهم وبيوتهم ويرجعوا لطاقتهم. في كثير من الفنانين حاليا موجودين كنازحين في رفح وحياتهم معرضة للخطر، فعليا برسموا بشكل يومي سكتشات صغيرة بشاركوها على السوشيال ميديا، وهم كانوا جزء من تنظيم هذا المعرض بكل صعوبة طبعا. بس هاي يعني هاي كانت محاولة بسيطة منا للفت الانتباه لإيش قاعد بصير. وهي مقاومة أيضا، الفن أيضا مقاومة. أحمد أبو زياد، إذا هذه المعارض بتنوعها تكشف جرائم المحتل وعنصريته وأيضا همجيته، وفي المقابل تكشف صمود الفلسطيني وأيضا عمق التراث الفلسطيني. من جهة أخرى، ما هي الرسالة التي أردتم إيصالها من هذه المعارض الثلاث؟ إذا بنطلع على شكل المعرض، هم حائطين متقابلات. هذول الحائطين مدهونين باللون الأزرق النيلي اللي هو دلالة على النهر والبحر، يعني زي من النهر للبحر، هاي المقولة السياسية أو الشعار السياسي اليوم مرفوع عن الفلسطينية من النهر إلى البحر. والأزرق، درجة الأزرق المختارة هي درجة اللي هي صبغة النيل، اللي هي كانت يعني تصبغ فيها الأثواب الفلسطينية، وبالعادة يعني في حالة العزاء أو الحداد كانت تصبغ هاي الأثواب في هاي الدرجة من الأزرق، وهذا إعلان حداد. وبنفس الوقت على هذه الحائطين في أعمال فنية كثيرة، في كثير ألوان، في كثير خطوط، في كثير أشكال فنية مختلفة. وطبعا من 50 سنة لليوم، يعني احنا بنحكي عن لوحات من نص الستينات تقريبا لحديثا 2024. فكانت محاولة لإبراز هاي المقولة من خلال شكل المعرض. في نص المعرض فيه فعليا ركام، وهو هذا ركام المعرض السابق تاع المتحف. في كثير رسائل من الركام، بس أولها هو ركام الثقافة المنفصلة عن مشروع المقاومة. إحنا بنشوف إن الثقافة هي ثقافة المرتبطة في مشروع المقاومة والتحرير. ومن هون كانت يعني الرسالة الأساسية. وبالطبع يعني في معرض نساء غزة كان في محاولة لتقديم صورة ثانية، أهمها مجموعة الأثواب اللي أنتجت في القرى اللي تم هدمها، مثل هربيا. في عنا ثوب كتير حلو ومهم اسمه هربيا، اللي هو من قرية هربيا اللي حاليا مقام عليها مستوطنة زكيم في قضاء غزة. فكل معرض حمل رسالة، وكل معرض كان له فعليا يعني نقطة صغيرة في إيصال هاي الصورة الكاملة. وهذا مهم جدا يعني أحمد أبو زياد، خاصة أن المتحف ليس له وقت طويل منذ تأسيسه، يعني مقارنة بالمتاحف العالمية التي تعيش وضع استقرار وسهولة في التعامل، لكن هذا المتحف هو جديد، لكن يشتغل على أكثر من جبهة، على الأرشيف، على المعارض، على ربما التكوين، على استضافة المبدعين، سواء كان يعني مبدعين فلسطينيين أو غيرهم.
فجميل جدا ما يقوم به هذا المتحف الفلسطيني في فلسطين ترويجا لهذا الإبداع، وأيضا حتى في عواصم أخرى نظم الكثير من المعارض أعتقد. صحيح، في كان عندنا معرض في بيروت ومعرض في لندن، واحنا من اهم المشاريع الموجوده عندنا كمان هو الارشيف الرقمي الفلسطيني، في محاوله يعني كتابه التاريخ الفلسطيني من خلال الارشيف. صحيح، المتحف كمؤسسه فلسطينيه هو مؤسسه جديده، وهذا نتيجه يعني لانه الشعب الفلسطيني عبر هذا التاريخ من خلينا اذا بدنا نحكي عن النكبه كحدث مؤسس 1948، افقدت الفلسطيني كل شيء، واكثر فقدان كان هو فقدان للروايه الفلسطينيه. فقداننا للروايه كان برضه في فقدان البيوت والوثائق والمؤسسات والمكاتب. في المقابل يعني كانت محاولات انتشال هاي الروايه او محاوله اعاده احيائها دائما تقابل بعنف مفرط من قبل الاستعمار الصهيوني. اولها مثلا كانت سرقه المكاتب والبيوت والوثائق والارشيفات الفلسطينيه عام 1948. المحاوله الثانيه بعد اجتياح بيروت 1982 تم تنفيذ نفس هاي السياسه اللي هو سرق ارشيف منظمه التحرير، واليوم في غزه بنشوف نفس السياسه. فعليا تم حرق ارشيف بلديه غزه كنوع من الثائر، وارشيف بلديه غزه هو من 1890، احنا بنحكي عن 130 سنه من الوثائق اللي كانت محفوظه في مكان. تم قصف المكان وما تبقى من اماكن المحفوظه فيها الوثائق تم حرق. اضافه الى ذلك يعني مجموعه من المتاحف في غزه اللي تم قصفها وتدميرها كنوع من استهداف الفعل الثقافي. فاللي احنا بنحاول نسويه يعني فعليا هو محاوله للبناء، يعني محاوله دائمه في مواجهه مشروع التدمير او مشروع المحو. المشروع الثاني غير الارشيف الرقمي الفلسطيني هو المعارض. المعارض كل مره بنحاول ناخذ موضوع ونبني حواليه معرض. في مره قبل هذا المعرض كان معرض حول الساحل الفلسطيني، تاريخ الساحل الفلسطيني. قبلها كان عن مدينه القدس. قبلها كان عن الاثواب الفلسطينيه، ففي كل مره بناخذ ثيمه معينه وبنحاول نشتغل عليها. وهذا مهم جدا من أجل إبراز هذا التراث بالنسبة للجيل الجديد وأيضا للآخر، من أجل التعرف على ثقافة الفلسطينية، هذه ثقافة ضاربة في التاريخ عكس ما يروج لها الكيان الصهيوني. طيب نعود لهذا المعرض الذي انطلق في 11 من هذا الشهر. عنوان هذه المعارض يعني مميزة جدا، وأريد أن أسألك عن رمزيتها، يعني هذا ليس معرضا، المفقودون ونساء غزة، ما رمزية هذه العناوين المختارة للمعارض؟ على في نساء غزة يعني واضح هو كان إنتاجات نسائية من حلي وأثواب، وعكست فعليا تنوع. يعني بداية أول شيء في جغرافيا غزة تنوع ما بين الشمال والجنوب في غزة نفسها. إذا بنطلع على المواد المعروضة في الجنوب هي أقرب لسيناء وللثقافة البدوية في اللباس، وفي الشمال هي أقرب للثقافة الفلاحية وثقافة يافا. وهذا برضو بيحكي إشي عن الجغرافيا وعن الحدود السياسية. فيوم نيجي نطلع على ثوب في سيناء وثوب في غزة نكتشف انهم الاثنين هم بيشبهوا بعض، هذا دليل على ترابط هاي المنطقه ووحدتها. في معرض المفقودون اللي هو معرض فردي للفنان تيسير بركات، هو فعليا اسم المعرض هيك، هو بتكون من 16 لوحه، وكل مجموعه من اللوحات تاخذ عنوان تحت نفس الفكره اللي هي المفقودون، وهو يعني من قصه فرديه اللي هو فقدان عمه في يعني تقريبا في 1957 فقدوا عمه، اختفى عمه، وظلت جدته دائما يعني لحد ما توفت وهي بتبحث عن عمه. فهو يعني فعليا زي حاول يعكس قصه الفقدان اللي هي مستمره لليوم كفنان من غزه، لليوم في حالات من الفقد. في هذا ليس معرضا، حاول العنوان يحكي عن شيء ثاني اللي هو يعني احنا بنعرف
المعارض اللي إلها تعريف محدد، في إلها شكل نهائي. هذا ليس معرضا، كان يعني كان هو محاولة للحديث عن الفن كتظاهرة في بشكل يومي إضافة للوحات. إحنا يعني ما فيش شكل ثابت للمعرض، وفعليا في محاولة لتقديم صورة أخرى لفكرة المعرض، من حيث قديش هو بيقدر يكون معرض زهيد، إيش في ديكور، إيش في أي إشي إلا إنه يقدم هذه الفن. طيب ختاما أحمد أبو زياد، في خضم ما يتعرض له الموروث الثقافي الفلسطيني من نهب ومن استهداف مباشر للمبدعين وأيضا الهياكل الفنية والثقافية من قبل الكيان الصهيوني، ما مسؤولية المبدع الفلسطيني اليوم؟ يعني احنا بنشوف انه المسؤولية الأساس هو التمسك في الثقافة كفعل مقاوم لهذا الاستعمار، بداية من حيث ضرورة انه نحافظ على الإرث الموجود، نقرأه بطريقة نقدية ونطور عليه في الترابط مع مشروع المقاومة. إذا بنطلع على سياسات العدو، سياسات سرقة، تدمير ونهب ومحو، يعني باتجاه هذه الموروث الثقافي. إذا إحنا بنحاول نسوي هو لا نفكر بشكل جماعي، كيف ممكن نحافظ على هذا الإرث ونقرأه، وطبعا في أبعاده الجماعية، تحت إنه إحنا جزء من ثقافة عربية وجزء من مشروع مقاومة عربي وعالمي وجنوبي بالتأكيد. محاولاتنا حتى لبناء الأرشيف هي محاولات برضو بتعتمد على فهم الجغرافيا الفلسطينية كجغرافيا ممتدة، هي مش بس محصورة في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، الجغرافيا الفلسطينية جغرافيا مشتتة نتيجة لتشتت الشعب الفلسطيني. فقراءة الجغرافيا بطريقة نقدية تتجاوز فكرة المشروع السياسي الضيق من خلال التوزع الجغرافي للشتات الفلسطيني، وفهم الأرشيف الفلسطيني كأرشيف عالمي، هو أساس في بناء هويتنا وثقافتنا. لأنه الثقافة الفلسطينية بعد يعني 76 سنة من التهجير هي ثقافة ممتدة في كثير من الدول وكثير من الأماكن، والأرشيف الفلسطيني هو أرشيف فعليا موجود في كل مكان اللي ممكن نستثمر فيه هوية مقاومة جديدة. يعني وهذا الأرشيف يثبت حقيتكم بالأرض، وأيضا هو نوع من النضال بالنسبة للفنان الفلسطيني. شكرا جزيلا لك أحمد أبو زياد، مستشار الأنشطة والفعاليات في المتحف الفلسطيني، على حضورك معنا اليوم وتفاصيل معرض هذا ليس معرضا، تظاهر. شكرا، شكرا لكم. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام ثقافة، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.